تعكس صفوف الانتظار الهائلة واستعداد العائلات لدفع أسعار باهظة مقابل قارورة أكسجين رحلات البحث المضنية في العديد من دول أمريكا اللاتينية عن الأكسجين لمرضى كوفيد-19، والتي باتت تشكل سباقاً مع الوقت أمام تقدم الموجة الوبائية الثانية. نقف هنا منذ 9 مساء الليلة الماضية للحصول على الأكسجين. تتكرر المشاهد نفسها تحت شمس مدينة ماناوس الحارقة أو في ليالي ليما الباردة. الآلاف ينتظرون بحثاً عن هذه المادة الثمينة والضرورية لعلاج أقربائهم المصابين بالمرض. هذا الأكسجين من أجل جدتي، تم استقبالها في عيادة جوفيتا الأسطوانة الأخيرة على وشك النفاذ، وأنا أعيد تعبئة هذه لاستبدالها. الحصول على الأكسجين صعب جدا، أسعاره باتت مرتفعة للغاية، وهم يبيعون فقط الأسطوانات بسعة 3 لترات مكعبة. والدي يستهلك هذه الكمية خلال 4 أو 5 ساعات فقط، لذا لا يمكن الحصول على القدر الكافي من الأكسجين. يشكل إيجاد الأكسجين تحدياً شائكاً في الدول الفقيرة أو ذات الدخل المتوسط بحسب منظمة باث غير الحكومية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة. وبحسب منظمة الصحة العالمية يحتاج مريض من 5 لدعم بالأكسجين حتى يتمكن من التنفس.